Okay. اوكي عزموها عودينا لان شو اسمه نقلت لكم المحاضرة، اطلبكم عزيمة جماعية يعني. اصبر يا دكتور. ايه فالبي 1 بكل سهولة حصلوا من هاي المعادلة، ها اكو نقطة الله، البي للسلك موجود عندنا هاي قيمته، فميو نوت اي اوفر 2 باي ار، والبي 2 الناتج من السلك الثاني راح يكون ميو نوت اي 2، هاي اي 2 اي 2 عوضنا عنها 2 اي لان اي 2 تساوي 2 اي، فاكو اختصار هنا 2 مع 2، المهم صارت النتيجة هذه واضحة. الجمع التجاهي للمجالين هوني كلا المجالين بش اسمه باتجاه واحد، كلا المجالين باتجاه واحد لان متعاكسين، واحد فوق واحد جوا، فكلاهما باتجاه واحد، فناخذ القيمة العددية لهما ونجمعهم وتطلع لي هاي القيمة. أعتقد سهل، نروح نحول على السؤال الثاني. أكو سؤال أول مرة بما يخص هذا؟ ماكو سؤال، بس لحظة أشرب ماي وأجي. حضرتك السؤال الآخر هو find the magnetic field inside a solenoid. ذكرنا أنه أي ملف هو solenoid، هذا الملف بقطر وبطول، بقطر وبطول وبعدد لفات، هاي الكاركترستيك المعروفة للسولينويد. نرجع إلى السؤال اللي قبله، أكو نقطة أريد أذكرها. أنا مثل ما كان عندي بقوانين غاوس اللي سميناها ماكسويلز 1 and 2، أتخيل غاوسيان سيرفيس، هنا أتخيل أمبيريان لوب. يعني أنا إذا عندي سلك وأريد أعرف المجال المغناطيسي مثلا في هذه النقطة، أتخيل حتى ليش؟ لأن أنا عندي هذا التكامل، وهذا التكامل طولي، أتخيل أمبيريان لوب المحيط ماله يمر فليش انحذف لا اعرف، الامبيريان لوب يمر بهاي النقطة اللي اريد اقيس بيها المجال، هذا هو مفهوم الامبيريون. بعدين من اريد اقيس المجال اكامل طوليا، طوليا مهما كان شكل هذا الامبيريان لوب، دائرة مستطيل، المهم بالنتيجة أتخيل أنا هسه هوني بهالمكان إذا أريد أجري التكامل
اتخيل امبيريان لوب يمر بهاي النقطه من هذا السلك وهذا السلك الاخر بنفس اللحظه. هنا راح هذا المفهوم نعممه على اكثر من شكل. يقول find the magnetic field inside a solenoid. وعنده هو اقترح لنا امبيريان لوب بهذا الشكل. ليش؟ لان انا بداخل السلك يمر هذا الخط بمحور السولينويد، هذا هو محور السولينويد. فبما انه انا او هو السؤال افترض لي هذا الامبيريال لوب واللي هو يناسب هذه الحاله، فانا عندي التكامل راح يتقسم على الامبيريال لوب الى اربعه اقسام. راح اسمي السايد 1 بينو بي 1 والسايد 2 بينو بي 2 والسايد 3 وهكذا الى السايد 4، وهذول كلتهم الماجنتيك فيلد ديو تو ذا الاي انكلوزد الانكلوزد كارنت. الانكلوزد كارنت اللي راح يمر بهذا، انا عندي هذا السولينويد يمر بداخله اي، لاحظوا بهالمكان بهالمكان بامكاني اخذ هالمكان اكبره، هذا هو تمام، هذا راح يمر بتيار، فبالتالي راح يصير به مجال مغناطيسي بهذا الشكل. زين، اللي بصفه هذا اللي بصفه ايضا راح يكون هالشكل، وايضا راح يمر التيار بنفس الاتجاه لان هذا راح يفتل ويرجع ينزل هالشكل، فايضا راح يولد لي مجال بهذا الشكل. لاحظوا بداخل هذا برا بداخل السولينويد، بداخل السولينويد المجال راح يتجمع بهذا الشكل. فانا اعرف من خلال معلوماتي كطالب انه المجال الناتج من سولينويد يكون هالشكل. إذا كان التيار اللي جوه، أما إذا كان التيار داخل من هنا بهالمكان، يعني هذا الاتجاه إذا كان داخل من هالمكان، أما إذا كان داخل من هالمكان بس تنقلب الإشارة، بس تنقلب الإشارة يصير بهذا الشكل. أوكي، هاي واضحة طلاب؟ أتوقع هاي بعضكم واضحة، نعم. بس هاي الأربعة مجالات من وين جاء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي هسه أرجع لك عليها. أنا شرحت لك مفهوم الأمبيريان لوب. هوني هو افترض عندي أمبيريان لوب على شكل مستطيل اللي هو هذا. هذا المستطيل بينه أربع أضلاع، كل ضلع من خلال هذا الضلع راح أحسب المجال المغناطيسي، فبعناها أنا الكلوز لينير انتجرال، هذا هو كلوز لينير انتجرال، راح يتقسم عندي إلى أربع أجزاء، هذا جزء وهذا جزء، فأنا راح يكون عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأول راح يمر بهذا المكان، والثاني بهذا المكان، والثالث بهذا المكان. زين، واضح هسه عيني؟ واضح واضح، شكرا لك. داود، نجي نشوف السايد 1. السايد 1 طبعا هو اذا افترضنا هذا الاكس
حتى نحدد الاتجاهات هذا الاي. فالبي نعرف انه اوتسايد صفر بهالمكان، هذا زيرو، بهذا ايضا زيرو. ليش بهذا زيرو؟ راح يكون عمودي بينه وبين المجال، عمودي راح يكون علينا. فبالتالي كوساين 90 يساوي صفر، هذا هون كوساين 90 يساوي صفر، هذا نفس الشيء عمودي على المجال، لأن المجال احنا ذكرنا هذا اتجاهه، هذا هو اتجاه المجال، تمام؟ هذا كوساين أيضا 90 ويساوي صفر. يبقى عندي بس اللي هذا اللي هو باتجاه الآي، المجال اللي باتجاه الآي يتحقق بهذا السايد 1 اللي هذا هو، هذا السايد 1 اللي يمر ويخترق مركز السولينويد. فالبي اكوال بي في اي، البي اكوال بي في اي، فيكون عندي هذا، طبعا هذا جي وهذا ناقص اي وهذا ناقص جي، هذا اتجاهه راح يكون باتجاه الجي، اذا هذا الاك هذا الاي فالجي الى الاعلى، وهذا ماينس جي بهذا الشكل، وهذا ماينس اي وهذا اي، ماينس اي يعني مال تيار، ماينس اي اتجاه اي كاب. ف اللي بالماينس اي المجال بينه صفر، فبالتالي صفر. اللي بلس اي، اي يعني اي كاب، المجال راح يكون موجود والاتجاه راح يكون صفر، العفو الزاويه بين الاتجاه والمجال صفر، فبالتالي راح يكون قيمه موجبه، فيكون بهاي القيمه واللي هو بالسايد 1. هسه هذا سوى لنا هاي القيمة، أحد ما يعرف ليش؟ باعتبار أنه البي في الدي ال اللي هو ال في كوساين الزاوية بينهما صفر، يطلع بي القيمة العددية في ال، ال اللي هو طول الامبيريال لوب. هسه نحن علينا أنه نفكر طول الامبيريال لوب لازم يكون هو نفس طول السولينويد، هاي واحد. اثنين، هذا الامبيريان لوب راح يكون ب اي انكلوزد، نجي نحلل الاي انكلوزد اشنو اللي هو بداخل الامبير، انكلوز يعني المحتوى، في ف الاي انكلوزد، ذكرنا انه انا عندي displacement current بالامبير لو وعندي انكلوزد current. displacement current يجي من المجال الكهربائي المتغير، اما الانكلوزد current فيجي من اي سلك اللي هو الانكلوزد current، يعني انا عندي مجال داخل سلك. فهذا الاي انكلوزد ايش راح يساوي؟ لعدد من اللفات تمر بداخل، لعدد من اللفات تمر داخل الامبيريان لوب اللي اخترحنا هو، راح يساوي عدد اللفات في طول السلك في تيار المار باللفة الواحدة. هو عادة الاي انكلوزد يساوي الطول في اي، بس هذه بس انا هوني انا عندي عدد من اللفات فراح يصير معاها ان.
هذا ال ممكن نسميه L1 لأن احنا اخترنا L1 للطول الداخلي فقط، هذا L2 هذا L3 هذا L4 لأن هو هوني مستخدم ال L1، فهذا ممكن نسميه L1 باعتبار انه نحن بقية الأطوال مال الامبيريال لوب ما نحتاجها، راح يصير بها المجال صفر. زين، البي الان ايش راح تساوي؟ الان راح تساوي الان العدد الكلي لوحدة الطول للسولينويد، هذا السولينويد الان راح، هذه الان اللي اخذناها بالامبيريان لوب راح تساوي العدد الكلي لللفات على الطول الكلي، فعوض الاي انكلوزد، اعوض الاي انكلوزد، هاي راح تصير الاي، العفو اي انكلوز هي الان في ال في الاي، الاي اللي يدخل هو فقط الاي، هو فقط حتى اعيد لكم شرحها، هو فقط هذا الاي انكلوزد بالامبيريان هو العدد اللفات في طول المسار مال الامبيريان لوب في الاي نفسه، هو الاي اللي دخل بالبدايه، فهذا هو الاي انكلوزد بهاي الحاله. يعني بس اريد هوني اركز على نقطه، انا القانون عندي القانون عندي هاي الكميه تساوي اي انكلوزد، اريد تركزوا لي انه الاي انكلوزد اللي هي بداخل الامبيريال لوب اللي افترضناه حتى نحل التكامل الطولي هي مقدار التيارات، يعني انا عندي هون من مول هذا الامبيريال لوب، فشو يكون الفات اللي دخل الدلات اللي داخل هذا اللوب ال L اللي افترضناه بهالمكان في I وحدة، لأن عدد في I وحدة هذا نفسه ال I اللي راح يدخل هنا راح يتكرر مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ست مرات، لاحظوا شو راح يتكرر، هاي معناها N في I، هاي راح أعيد النقطة حسة مهمة وصار حكي. انا عندي هذا الامبيريان لوب دخل بي هذا الاي نفس الاي، هذا الاي انكلوزد يختلف عن هذا الاي، هنا بداخل الامبيريان لوب دخل هذه الاي مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته، داخل هذا الامبيريان لوب الافتراضي فتل الاي ست مرات، ولهذا احتاج اضرب الان في الاي نفسها ست مرات، ست مرات هذا من دخل بمكان ست مرات ولد لي مجال، ان مو اريد عدد احسب اللفات، المجال. نعم عيني، يعني مو ان سمول مو عدد اللفات، يعني لا ان سمول هي عدد اللفات بالامبيريال لوب، واللي تمثل واللي تمثل عدد اللفات الكلي لوحدة الطول، يعني الان الكلية راح تساوي ان الان الصغيرة اللي هي داخل الامبير في الطول الكلي. ايه، فارجع اعوض الاي ايش راح تساوي اي انكلوز، لان احتاج اعوض هون الاي انكلوز راح تساوي خلي نمسح شوية اللاصت، الاي انكلوزد راح تساوي عندي الان
في L1 في I. N في I افتهمناها، L في طول مال الامبيريال لوب. زين، وعندي الـ N هو N الكلي على وحدة الطول. عوض هاي الأمور بالمعادلة هاي اللي جتنا هوني اللي صارت عندنا، وحصل على قيمة البي. المهم فهمتم هذه وفهمتم هذه وفهمتم هاي منين جت. أربع تكاملات صفيت تكامل واحد، لأن بقية الأمبيريان لوب بارتس إيكول زيرو. أكو سؤال يخص هذا الإكزامبل؟ دكتور تفضل. هاي مال هاي عمودي 90 درجة يساوي صفر، والآخر عمود 90 درجة يساوي صفر، بس هاي اللي جوا مو عمودي يساوي صفر. هذا جوا no magnetic field outside the solenoid. لاحظ مكتوبة هنا. اوكي اوكي دكتور. ايضا هوني عندي تورس. تورس هو مجال مغناطيسي، يعني عبارة عن ملف يلف حول كور. هذا الكور يشبه الدونت، هاي الدونت اللي ياكلوها الدائرية الكروية. فهذا هو يدخل الملف من يدخل التيار من هالمكان ويخرج من هالمكان، وهذا ملفوف حول كور شبيه بالدونت. هذا هو التورس، ويستفاد منه في دوائر اللي بيها سعوية مثل دوائر الباور سبلاي، حتى يعادل لي الممانعة السعوية بممانعة حثية، ونحصل على أقل ممانعة للدائرة. قد ما تتساوى هذه مع هذه نحصل على ستيبيليتي أعلى. كل دوائر الباور سبلاي نحتاج لستيبلتي عالي، فيخلون بها هذا الديفايس اللي هو التورس. السؤال، اريد الماجنتيك فيلد بداخل هذا الكور مال التورس، وحتى احصل على الماجنتيك فيلد بالتورس لازم أسوي امبيريال لوب. أتحقق هاي المعادلة، أسوي امبيريال لوب بداخل هذا التورس. زين، هسه سؤالي، الاي انكلوزد بداخل هذا التورس أشقل يكون؟ إذا افترضنا أنه هنا بهذا التورس يدخل مقدار I من التيار، الـ I enclosed بداخل الأمبيريال لوب أشقد راح يساوي؟ بس I L A N I أو I N عاشتيدك. هذا بدون راح L A ما يحضن عدد اللفات الملفوفة بالتورس، فمعناها الـ I enclosed راح يساوي N في I، عدد لفات التورس في هذا التيار اللي مر. خلاص افتهمنا أنه منو سؤال إلى تفضلي.
دكتور ليش ال ما موجودة؟ اسم المثال اللي قبله كان موجود ان اي ال. لا، ما قبل كان عندي ال بهذا السؤال السابق. انا ايش اريد؟ انا عاد اريد العدد اللفات اللي عيمر بهذا ال L1 سميناه، فلازم اضرب ان السمول اللي يمر بهذا ال L، لازم اضرب العدد هذا، هذول اثنينهم يمثلوا لي الان، او يعني ما اطيق اكتب ان العفو، بس يمثلوا لي العدد اللي يمر ضمن هذا الطول، مال ضمن هذا الطول مال الامبيريال لوب. ولهذا كان عندي ال سمول. هنا هسه يجيك ال بغير طريقة. فأنا هوني هسه أريد الأمبيريان هنوكا الأمبيريان لوب ما يمر بكل الطول. هذا الأمبيريان لوب لاحظوا ما يمر بكل الطول، يمر بجزء من الطول، لأن طول السولينويد ما حددناه. هوني انا ما راح احتاج ال ال سمول سمول ال، ليش؟ لان الاي انكلوزد راح يمر بكل الان، فما احتاج طول محدد. الامبريال لوب عندي ما ضمن قطعه من الـ من الـ من التورس، انما يمر بكله، في راح يمرر لي كل التيار ضمن الان الكليه. واضح إلى ايه دكتور واضح، شكرا. دكتور اتفضل. يعني نقدر نقول ان سمول يساوي ان كابيتال؟ تقدرين تقولين ان سمول يساوي ان كابيتال، مضبوط، اذا اعتبرنا انه الان سمول بهذيك مقارنة بهذيك. هي ليش يساوي الان كابيتال؟ لان انا عندي يمر كل يعني هو الامبير يمر كل اللفات، خلال الطول كله يعني. اي الطول كله او عدد اللفات تمر بالهذا. اوكي، فالاي انكلوزد ايكوال ان في اي، البي كونستانت، الدي ال هو 2 باي ار، الار هو نصف قطر التورس، تطبق ونحصل على المجال المغناطيسي داخل التورس. فأنا إذا أجيب لكم سؤال find the magnetic field، find the magnetic field، inside the core of the torus، مباشرة تستخدمون الماكسويل امبير لو او امبير ماكسويل لو وتوجدوا لي هاي النتيجة. وعرفتم كيفية التطبيق. اللي لفت نظري بالامتحان انه نحن انه انتم من عم تجاوبون ما عاد تشرحون. يعني مثلا احنا ما نحل مثلا مجال الكهربائي، كان عندكم سؤال الناتج من شيت مشحون، ما تجاوبون بالطريقة اللي نحن تعلمنا ندرسها. هو نفس الموضوع ممكن تتناولوا بصيغة سطحية وممكن تاخذوا بصيغة علومية، أنتم علوميين، فلازم تحلون ما بالطريقة اللي تعلق الطريقة اللي الغير مال العلومي. العلومي ياخذ الشيء بأسبابه،
وبأصولياته، لأن أكو تطبيقات أصعب. إذا ما تعرفون الأصوليات ما تجي عندكم النتائج صحيحة. بعد المحاضرة مثل ما اتفقتكم راح أحللكم المثال اللي جاب الامتحان بالصيغة الصحيحة. قد يكون بعضكم طلع النتيجة بس ما طلعها بالصيغة الصحيحة. نحول على سؤال آخر. كوأكسيال كيبل، تعرفون ايش معنى الكوأكسيال كيبل؟ هذا اللي يستخدم بالإنترنت وبنقل الإشارات، نقل الإشارات التلفزيونية والضعيفة عموما يستخدم كوأكسيال كيبل. هو بالنص كور وعبارة عن شبكة خارجية. هاي الشبكة الخارجية خلينا نسميها بلون آخر، تصير عبارة عن شبكة، فهذا راح يكون بقطب تيار وهذا بقطب تيار. قد يكونون باتجاه متعاكس، تيار طالع تيار راجع. فهذا هو الكوأكسيال كيبل اللي هو الكيبل متحد المركز. واللي نرسمه بهذا او اللي مرسوم عندكم بهذا الشكل الجيد هون. As shown in the figure, I1 in the direction shown هذا ال I1. هذا ال I1. Shown on the inner conductor. بالموصل الداخلي and I2 in the opposite direction the outer conductor و I2 بهذا الاتجاه I2 بالكوندكتور الخارجي. Find the magnetic field in the space between the conductors as well as outside the cable. If the magnitude of I and I2 are equal. يعني أريد المجال المغناطيسي بهالمكان خارج الكوأكسيال كيبل، وأريد المجال المغناطيسي in between them، منطقة بالضبط وسط الانسايد والاوتسايد كوندكتر. فعليه خلي اكبر الرسم. احتاج ايضا امبيريان لوب. اذا كان عندي مجال بهالمكان اريده ومجال بهالمكان الداخلي ارسم امبيريان لوب، والخارجي ايضا ارسم امبيريان لوب. ليش؟ لأن أنا أريد بهالمكان بنص وبريد بالخارج. البي دوت دي ال، البي دوت دي ال هذا المجال يساوي منو ميو نوت I enclosed. الـ I enclosed راح يساوي I1 للحالة الأولى. الحالة الأولى هذا هو الـ I1 واللي هو مساوي للـ I enclosed. ما أفترض إن وما أعرف إيش لأن ما عندي بس لفة وحدي. نوك الـ I enclosed صارت بها إن لأن عندي لفات. هوني لفة وحدة I1 هو الـ I enclosed هو نفسه الـ I. بس سمينا I1 لأن أنا عندي I2 بهالمكان. راح اي تو نسميه. بالاتجاه المعاكس ويمر بالكوندكتر الخارجي. فالبي في 2 باي ار، 2 باي ار للمحيط
الامبيريا اللوب الاولى، وحصلنا من خلال هاي العلاقه بكل سهوله البي تساوي ميو نوت في اي 1 على 2 باي ار. الار هو قطر اللي هو الامبيريال لوب، واللي هو المسافه راح تمثل المسافه بين المركز مال الكوندكتر الاول والمنتصف، المسافه بين الكوندكتورين. زين، هذا هو قيمة المجال بين الكوندكتورين، تحقق المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا الآي وهذا الآر هم الوحيدين اللي عندي متغيرات. الآر أقدر أسميه آر كابتل عادي، من مسافة من هنا إلى هنا آر كابتل. بس المشكلة عندي الآي، الآي الكلي اللي هو الانكلوزد داخل هذا الاي، داخل هذا الامبيريان لوب الانكلوزد بداخله، راح يساوي اي 1 زائد اي 2، وعندي اي 1 يساوي اي 2 العفو يساوي ناقص اي 1، فمعناها راح يصير ناقص اي 1 راح يساوي صفر، فالاي انكلوزد راح يساوي صفر. مجموع التيارات اللي داخل الامبير لوب راح تساوي صفر، فبالتالي يصفر لي قيمة المجال. وهذا هو سبب استخدام الكوأكسيال كيبل بتطبيقات الإشارة، إنه هي ما ترشح أي مجال مغناطيسي، في حين الأسلاك الأخرى يكون حولها مجال مغناطيسي. يعني قصدك اي 1 واي 2 متساويين بس متعاكسين بالاشاره. بالضبط، ولهذا الاي انكلوزد راح يكون زيرو. اكو سؤال اخر نحول الى دكتور، يعني تشبه الالياف البصرية؟ لا، الالياف البصريه تمرر ضوء وباتجاه واحد، ما بيها رايح بس هم جاي، لما كل تمرر المجال كليف. ما تمرر كهرومغناطيس. العفو، ما فهمت صبا سؤالك، عيدين وبلا زحمة. دكتور، انت قلت ما تتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية، بس الكابلات اللي في البصرية هم هيك. نعم، كلاهما هيك، بس هي الألياف البصري أصلا ما كوندكتر. يعني أنا عندي الليف البصري، هذا هو الليف البصري، يدخل ضوء وينتقل بهالطريقة، تمام؟ إذا هاي تحققت الزاوية الحرجة. ما عندي أصلا كوندكتر، عندي زجاج. بما أنه ما عندي كوندكتر ما عندي مجال، وأيضا ما عندي تيار، فبالتالي موضوع آخر ما له علاقة باللي عم نشتغل به. دور هاي اللي بس هو يستخدمونها في الدش. أكو ربط مفهومي بين هذا وهذا، كلاهما ماكو مجال مثل ما قلتي. اي داود، يستخدمون في الدش من الصحن للدش. هذا اللي نقل الإشارة التلفزيونية بالدش طبعا، أو أي إشارة ضعيفة حتى لاسلكية، أي إشارة ضعيفة بداخل سلك يستخدمون هذا. ليش؟ لأن عندك الإشارة من تكون ضعيفة تكون عرضة إلى التغيرات الكهرومغناطيسية، فالشيلد الخارجي هذا عادة يكون أرضي إرث حتى يمتص الإشارات الخارجية. وهذا النوع ايضا من الاسلاك يستخدم اذا ما رادوا يكون هنالك مجال مغناطيسي ناشئ من التيار اللي مر بالسلك. الاسلاك العاديه الاخرى المتوازيه او المنفرده تطلع لي مجال، سلك منفرد يطلع لي مجال، سلكين مزدوجين يطلعوا لي مجالين.
أما السلك الكوأكسيال الداخل يلغي الخارج، أو الخارج يلغي الداخل، نفس المعنى. نجي على مثال آخر، آخر محاضرة، فأريد أستعجل شوية حتى أخلص لكم المنهج اللي متفقين عليه. هسه لحد هنا نحن كنا ناخذ الجزء الأول أو الحد الأول من مولدات المجال. هسه راح ناخذ الحد الثاني اللي يتضمن الديسبليسمنت كارنت مع الانكلوزد كارنت. الانكلوزد كارنت عندي وديسبليسمنت كارنت، إذا تتذكرون معادلة ماكسويل، المجال الدوراني دي ال راح يساوي يا اما ميو نوت اي يا اما او كلاهما، يا اما هذا الانكلوزد او الديسبليسمنت اللي هو يجي من تغير الفلكس، الالكتريك فلكس، التغير الزمني للالكتريك فلكس اي ان دي ان. طبعا هذا السيرفيس انتجرال. هسه نجي على هاي الجزء اللي هو الديسبليسمنت كارنت. فيقول find the displacement current produced between the plates، وذكرنا انه المكان الوحيد اللي نحصل به على displacement current هو الكونديسر. يعني عندي plates of discharge capacitor for which the charge varies as. انا عندي تو بليتس، وهذول التو بليتس مربوطين بدائرة، طبعا معاهم مقاومة somehow، وعندنا مصدر، وهذا المصدر تتغير به الشحنة، هذه كباسيتر تتغير به الشحنة وفق هاي المعادلة. طبعا بما انه عندي سالب معناها تناقصية، minus t زمن سالب، where q is the initial charge, c is the capacitance of the capacitor, and r is the resistance of the circuit through which the capacitor is discharged. فالديسبليسمنت كارنت اي سب دي راح يساوي ابسيلون نوت ابسيلون نوت دي باي دي تي، مثل ما ذكرنا هنا السيرفس انتجرال، تغير المجال بين ذا تو بليتس او انسايد ذا كابيسيتنس or inside the capacitor. الاي نعرفها بداخل الكابيسيتر راح تساوي سيجما اوفر ابسيلون نوت، او كيو اوفر ابسيلون نوت في اي مساحة اللوحين. هذه من معلومة سابقة، اشتقينا قيمة الالكتريك فيلد in between أو due to the plate charged plate. ال ID ال Q عندنا بيها تغير على هذا اللوح، بيها تغير وفق هذه المعادلة. ف
فالاي دي ايكوال ابسلون نوت دي باي دي تي لكيو اوفر ابسلون نوت اي اللي هي الاي في دي اي. فاللي راح يتغير عندي بالتكامل هو فقط الدي اي. ف فقط الدي اي، وتكامل الدي اي هو الاي اللي هي مساحه الكباسيتر. فبالتالي هذه راح تساوي اي، وراح نختصرها مع هذه الاي. فبالتالي الدي باي دي تي راح يكون للكيو، والكيو بيها هذه الداله الزمنيه ايضا راح نضطر نشتقها. عندنا الكيو نوت كونستانت يطلع برا الاشتقاق، فاشتقاق الاي تو ماينس تي اوفر ار سي، الار سي كونستانت اولسو. ف بس نكمل الاشتقاق نحصل على قيمه الاي دي، ذات سمبل. اكو واحد عنده سؤال؟ دكتور تفضل. الابسولوت وين راحت؟ صار عندنا اشتقاق الا اختصرت الاي ايه. فهذه يمكن ان ثابت اختصرناها، هذه الاي بها ابسلون، وعندي هنا ابسلون وحدي لغت الاخ. تحكي لحظي هوني من هالمكان 53، بعد ان عوضنا الاي هذه قيمتها بهذا المكان حصلنا على هذه، عندنا بالعلاقة أبسلون، فهذه مع هذه وهي ثابت تطلع برا، يعني التكامل والدي باي دي تي ما يأثر عليها. فبالتالي بإمكاني أختصرها أو أطلعها برا أبسلون على أبسلون نوت وبعدين أختصرها حتى تكون واضحة الخطوة. أوكي أوكي دكتور. بعد سؤال آخر؟ هون عندي a magnetic field of B equal A sine B Y E to min E to B Z in the direction of Z is produced by an electric current. عندي مجال مغناطيسي. هذا هسه هوني لحد هوني كانت تطبيقاتنا on the differential form. بهذا المثال حولنا العفو، كانت تطبيقاتنا على الانتجرال فورم اوف امبير ماكسويل لو. In this example we have application on the differential form of امبير ماكسويل equation. حول على الصيغة التفاضلية، وهذه هي الصيغة التفاضلية طبعا بها حد آخر ميو نوت ابسلون نوت ابسلون نوت إلى تكملة المعادلة. أستاذ بسعيد، اللي حد هنا الحد الأمثلة السابقة كانت تطبيقات على الديفرنشيال فورم، ديفرنشيال فورم لا سوري على الانتجرال فورم اوف امبير ماكسويل لو. ما كان كل تطبيقاتنا على الانتجرال فورم، هذه الانتجرال فورم هسه حاليا على الديفرنشيال فورم. اوكي هذا احد التطبيقات اللي نستخدم به الديفرنشيال فورم اوف امبير ماكسويل لو. فانا عندي مجال مغناطيسي، اريد اعرف مقدار التيار اللي ولد لي هذا المجال باختصار. A magnetic field of B equal A sine by B Y E to B X in the direction of Z is produced by electric current. What is the density of that current? أحتاج التيار أو ال current density اللي يولد لي هذا التيار. من أشوف هالشكل سؤال مباشرة بسهولة أروح على امبير لو in the differential form.
لأن يربط لي بين المجال وبين الكرنت دنسيتي. أنا عندي مجال مباشرة بس آخذ له الكيرل، وعندي زت معناها عندي زت وعندي واي وعندي اكس، معناها آخذ الفورم ان كارتيزيان كوردينيت وأسوي الكيرل برودكت وأوجد وأوجد هذه حسب العلاقة أوجد الكرنت دنسيتي. زين، هسه بس أكو ملاحظات سبق وأن ذكرناها. أنا عندي هاي الصيغة، سوري، عندي هذه الصيغة للكيرل of B in the Cartesian coordinate. فأنا أجي أشوف المجال اللي موجود عندي. المجال الموجود عندي باتجاه Z in the direction of this of Z only. So I have B of Z. معناها أنا أختار هذا الحد بينه B of Z، أختار هذا الحد بينه B of Z، وهذا الحد باتجاه الـ I وهذا الحد باتجاه الـ J. هذا كله راح يصير صفر، هذا الحد وهذا الحد وهذا أيضا وهذا أيضا. فأجي للكيرل هو partial partial Y of BZ من هذا in the direction of I minus، عندي minus هوني، partial b partial b of z partial x of partial partial x of bz in the direction of j. This will equal mu naught the current and the mu naught of the current density. بعد اجراء التكامل هو بسيط، العفو البارشال ديفرنشال وهو بسيط على هاي المعادله، نساوي الكميتين مع الميو نوت جي واطلع قيمه الجي. اجراءات حسابيه بسيطه. اكو سؤال؟ دكتور ليش ما اخذنا هاي قيمه الزيت بارشال بي واي على بارشال اكس ناقص بارشال بي اكس على واي؟ اوكي سوري، ولو ذكرتوها بس ارجع اعيد لك اياها. انا وركز معي، هاي ملاحظه مهمه، سؤالك مهم جدا بس ذكرتونه بالبدايه. انا عندي البي باتجاه الزت، بما انه البي باتجاه الزت يمكن ذكرتوها بالانجليزي، معناها انا عندي من المركبات البي هو البي، هذا عندي هو بي اكس باتجاه الاي زائد بي واي باتجاه الجي زائد بي زت باتجاه الزت. انا هذا البي عندي فقط اللي هو هذا، بقية الكومبوننت ما موجودة، معناها قيمتها صفر. البي اكس والبي واي زد مثل ما أخذنا بالفصل الأول على مركبات أي متجه بالإحداثيات الكارتيزية والأسطوانية والكروية. فالبي زد من قيمة البي، البي زد فقط موجود، اكو بلس 0 بلس 0 بلس 0 هذا للبي اكس والبي واي موجودين بس صفر قيمتهم. انا بما انه عندي البي زت اجي على مركبات الفورم للكيرل اوف اني فيكتور، هذا الفورم اوف كيرل اوف اني فيكتور، اجي هذولي بما انه انا بي واي باي دي زت، بما انه البي واي زيرو فمعنى هذا كله زيرو، وبي اكس ما موجود معنى هذا ايضا زيرو، وبي واي ما موجود معنى هذا زيرو، اوسو هذا البي اكس ما موجود زيرو، فقط هذا موجود
وهذا موجود، والباقي كلهم صفر، لأن المعادلة اللي أنا إذا جبت لك معادلة أخرى بالامتحان مثلا، مثلا بلس بلس بي كوساين بي اكس او سي اكس، سي اكس اي تو بي واي ان ذا دايركشن اوف اكس، سوري تبقى اي افضل، بلس مثلا سي سي تان سي اكس اي تو زت واي ان ذا دايركشن اوف زت ان ذا دايركشن اوف واي يعني جي، عقدت عليك المسألة، راح تخاف طبعا بالامتحان، تقول ايش يخلصها، راح تاخذ التفاضل دي باي دي زت للواي من هذا، لان هذا بي زت، هذا البي زت، وراح تاخذ بي واي بارشال زت للبي واي من هذا، لان هذا هو البي واي، وراح تاخذ كل الحدود داخله بهذا بهذا الاكزامبل. هوني وجبنا خلانا حد واحد انه المجال باتجاه واحد باتجاه الزد، بقيه المجالات ما موجوده. فاذا جبت ثلاث حدود، جبت الثلاث مركبات للبي، معناها انا ما اهمل اي حد من هاي الحدود، كلها راح تساوي لي قيمه. دكتور واضح يعني؟ واضح، بس ثلاث حدود مثلا يصير اول مره نحسب الزيت وبعدين الواي يصير وبعدين اي واحد تبدي. طبعا انا هوني لين هو بدا بالزيت، انا بعدين بديت بالاي والجي، بس هو انا اذا اجيب لك هي بيها ثلاث حدود، اجيب لك الزيت اخر شيء والاي اول شيء، بس ماكو فرق بما انه هي حدود وبيناتهم علامه جمع او طرح، ما مشكله تقديم الاول على الثاني او الثالث. مو هيك يعني اطلع مال زيت الناتج مال زيت وبعدين اجمع مال الناتج مال اكس مال واي. نعم نعم، تجي تاخذ هذا وتوجد البي دي باي دي دي بي زد باي دي واي ثم دي وتطلعهم، فعندك عندك ست حدود، تطلعهم واحد ورا الاخ وبعدين ترجع بس تعوض، ماكو فرق طبعا. تمام. سؤال اخر. سؤال قبل الأخير. نفس الفكرة، بس هالمرة بالإحداثيات الأسطوانية. وأجي أشوف البي عندي فقط البي أوف زت. البي بس باتجاه الزت. فمعناها اختار من الصيغه مال الاحداث مال الكيرل، اختار هذا الحد واختار هذا الحد، ما عندي لا بي ار ولا عندي بي فاي، عندي فقط بي زد، هذول مركبات البي، هذا ما موجود وهذا ما موجود، فقط هذا موجود. بما أنه فقط هذا موجود، راح أختار المركبات ضمن الصيغة اللي بيها بي أوف زت، وأعمل له partial differentiation، وبس الحد هذا أقسمه على R بين 1 over R، هذا الحد بين 1 over R ما أنسى. فاللي راح يبقى من هاي المعادلة
هذا الحد partial of pz partial phi باتجاه ال r و partial p of z partial r باتجاه ال phi. أسوي التفاضل بكل سهولة وأطلع قيمة الجي بعد أن أقسم الطرفين على ميو نوت، أحصل على هذه الصيغة للمجال اللي ولد لي، العفو للكرنت دنسيتي اللي ولد لي هذا المجال. أكو سؤال؟ هذا السؤال مكرر، الفكرة ماله إنه بس غيرنا الكوردينيت، وانت حتى اذا ماكو هاي كلمه سلندريكال كوردينيت يفترض انه انت تستنتج، لان عندك فاي وعندك ار وعندك زد معناها هاي سلندريكال. وين اكو هاي المتغيرات؟ ما موجوده هاي المتغيرات، ما تنجمع الا بالسلندريكال. اوكي اخر سؤال، هذا بينه يعني نوعا ما لا ما بينه نفس الفكرة. هذا ما السؤال الأخير، السؤال اللي قبل الأخير. What the current density, what density of current would produce a magnetic field given by in cylindrical coordinate. نفس الفكرة، أنا عندي فاي هالمرة، هالمرة الفاي باتجاه الفاي كان الكرنت، كان المجال، فأريد الكرنت دينسيتي اللي ولد لي هذا اللي يولد لي هذا المجال باتجاه الفاي. المثال السابق كان باتجاه الزد، فمعناها مرة أخرى عندي بي فاي والبي زد يساوي صفر والبي آر يساوي صفر، فقط هذا. فأجي أختار الصيغة مع الكيرل in the cylindrical coordinate وأختار الفاي هذه المرة اللي هي هذا الحد وهذا الحد. واللي هي هذول ينقلهم في المكان، هذا معانه إشارة سالبة وهذا معانه 1 over R، وهذا باتجاه ال R وهذا باتجاه الزت. إجراء التفاضل، ترتيب وحصل النتيجة النهائية. أكو سؤال؟ المثال الأخير، to directly measure the displacement current, researchers use time-varying voltage to charge and discharge a circular parallel plate capacitor. يعني هذا فد تعبير انه انا اذا اريد اقيس الديسبليسمنت كرنت، النوع الثاني من الكرنت، اقيس الدلتا في حتى احصل الديسبليسمنت كرنت، احصل ادرس الدلتا في الموجوده على كباسيتر معين. كيف؟ بهاي الطريقه. فإذا كان عندي بي بهذا المقدار، طبعا هذه كل الـ R والـ W والـ CC والـ velocity of light، الـ R the distance from the center of the capacitor، omega is the angular frequency of the applied voltage delta V، D is the plate spacing، and C the speed of light. هذه كلها constants. ف وير ار ايه المطلوب
find the displacement current density and the electric field. مطلوبين حقيقة، ما مطلوب واحد. عندنا الـ current density والـ electric field. تتذكرون نحن ذكرنا أنه هذا هو كلته، هو الـ I اللي هو نفسه هذا، اللي هو الـ I displacement أو الـ displacement current. فأنا أخذ هذا الحد بالكامل، طبعا هذا يساوي صفر الجي، الحد بالكامل ميو نوت أبسلون نوت بارشيال إي بارشيال تي، هذا الجزء من هذا الحد هو الـ displacement. شو ال دل كوس بي بعد تغيير المعادلة، هاي التحويل هذا يساوي صفر، تحويل المعادلة أحصل على إنه الابسلون نود بارشال اي بارشال تي اللي هو الديسبليسمنت كرنت راح يساوي 1 اوفر ميو نوت الكيرل اوف بي، البي موجود عندي بس اعمل له كيرل احصل على هاي الكميه. وطبعا بما انه البي بس باتجاه الفاي ارجع للمعادله هذه اخذ فقط هاي الحدود ايضا، هذا وهذا فقط. ليش؟ لأن أنا عندي البي باتجاه الفاي، واضح هوني. بعد ما أعمل ال 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 partial partial differentiation according to this to this formula to this formula in cylindrical coordinate نحصل على هاي الكمية اللي هي ال I displacement تساوي هذه وتساوي هذه، وبعد التبسيط تطلع لي هذه. زين، إذا أريد إذا أريد الإي حصلنا الإي، بما أنه الإي displacement يساوي epsilon نوت partial إي partial تي، راح يكون عندي 1 over epsilon نوت إذا أريد أحصل الـ E تكامل الـ I dt، هذا الـ I اللي هو نفسه هذا بس أقسمه على الأبسلون نوت العفو الميو نوت وأسوي التكامل، وإجراء التكامل أيضا بسيط أحصل على الـ E. أكو سؤال؟ هاي كلته شغل يعني ماثماتكس. لا بس الفكرة تفهموها. اكو سؤال قبل لا اقفل التسجيل؟ بالنسبة لي لا. اوكي.